صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في يوم الأحد بداية الأسبوع، وأتمنى لكم أعزائي المستمعين بداية أسبوع جميلة ومليئة بالإنجازات ومليئة بالنشاط ومليئة بكل الأخبار السعيدة إن شاء الله. أصبح عليكم أعزائي المستمعين وارحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا على الأرقام التالية 600-551-414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. يسعدني أن أنقل لكم تحيات فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك من نور دبي بيكون معانا اليوم مخرجنا المبدع سعيد المر، وكذلك في التنسيق والمتابعة بتكون معانا زميلتنا ميرا المر. وبكون معاكم خلال هذه الساعة في برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي. أعزائي المستمعين، في حلقتنا لليوم بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، وكذلك بيكون عندنا مثل ما عودناكم مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا أسماء الجناحي. واليوم أيضا بنتكلم عن مؤتمر مهم جدا عقد في دبي، واللي هو مؤتمر دبي الدولي 7 للتغذية. وفي فقرتنا الأخيرة من برنامج صحة وسعادة بنتكلم عن موضوع الإمساك عند الأطفال. ومثل ما عودناكم أعزائي المستمعين دائما في برنامج صحة وسعادة نبدأ الحلقة مع أخبار سواء عالمية أو محلية تهم كل أفراد المجتمع. وخبرنا اليوم يقول الإقلاع عن التدخين قبل السن 45 يقلل خطر سرطان الرئة بنسبة 87%. أشارت دراسة أمريكية جديدة نشرت مؤخرا في مجلة جامعة أنكولوجي إلى أن المدخنين الذين يقلعون عن التدخين قبل السن 45 هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة وأنواع أخرى من السرطان. وأظهرت الدراسة التي تابعت بيانات أكثر من 400,000 أمريكي أن الأشخاص المدخنين كانوا أكثر عرضة للوفاة بمعدل 3 أضعاف مقارنة بغير المدخنين. ومع ذلك فإن المدخنين الذين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين قبل سن 45 كانوا أقل عرضة للوفاة بسرطان الرئة وأنواع أخرى من السرطان بنسبة 78%. ويقول قائد الدراسة والباحث في جمعية السرطان الأمريكية بليك تومسون إن الإقلاع عن التدخين في سن 35 يمنع خطر الإصابة بالسرطان الناجم عن التدخين بشكل كامل، وشدد على أنه لم يفت الأوان أبدا عن الإقلاع عن التدخين، وأن المدخنين الذين أقلعوا عن التدخين في سن 50s وحتى أوائل 60s قللوا بشكل كبير من خطر الوفاة بالسرطان. وأشار قائد الدراسة إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان القولون والكلى والمثانة والمعدة والبنكرياس، لكن سرطان الرئة هو القاتل الأول للسرطان بين المدخنين. ومثل ما وعدناكم أعزائي المستمعين أن نحن في برنامج صحة وسعادة بنتناول في شهر نوفمبر صحة الرجل بشكل موسع إن شاء الله، فهذا الخبر اليوم يهم كل المدخنين. نتمنى من جميع المدخنين إقلاع عن التدخين واتباع كل النصايح اللي توجه في هذا المجال لصحتهم ولصحة عائلاتهم كذلك.
وبعد خبرنا لليوم أعزائي المستمعين بننتقل لفقرة السوشيال ميديا، ومثل ما عودناكم في هذه الفقرة دائما تتناول معانا أسماء الجناحي آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. فنقول صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور، سرور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسماء، خبرينا شو عندك من أخبار جديدة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ من ضمن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي هو انطلاق الدورة السابعة لمؤتمر دبي الدولي للتغذية، واللي كان تحت شعار التحديات والمرونة والاستدامة في التغذية، وهذا كان يوم الخميس والجمعة والسبت، وقام بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين من مختلف دول العالم لمناقشة آخر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتغذية السريرية، وهي مثل ما قلنا لكم كانت على مدار ثلاثة أيام. أيضا من ضمن الأشياء اللي كان فيها قنوات التواصل الاجتماعي وهو كان سباق الدراجات اللي كان يوم الجمعة، وكان من ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، واللي شاركت أيضا شاركت مجموعة كبيرة من موظفين هيئة الصحة بدبي في هذا السباق. ونأخذ أيضا من ضمن الأشياء المهمة اللي حطيناها هي بعض المعلومات عن مرض الاكتئاب. ما هو أسباب الاكتئاب وطرق علاجه؟ هناك أسباب متعددة، منها بيولوجية ونفسية، وأيضا كيف يمكن الشخص أن يتعالج من هذا المرض. هناك ثلاث أساليب أو خيارات متاحة، وهي من خلال الاستشارات النفسية، العلاج السلوكي والأدوية. من ضمن النصائح اللي فعلا يعني هنشوفها أيضا جميلة أن كيف الواحد ممكن يساعد نفسه إن كان مصاب بالاكتئاب. الاكتئاب مو يعني هي مثل ما نقول مو بحالة مزاجية إنه واحد مضايق عشان في اكتئاب. الاكتئاب هو مرض أيضا أعراضه تم حاطين نشرة خاصة حول الأعراض، وهاي الأعراض إذا استمرت لمدة أسبوعين متتاليين هني نقدر نقول إن هذا الشخص يحتاج إلى المساعدة، ويمكن ما يكون في اكتئاب لكن يمكن يحتاج إلى المساعدة. فأيضا من طرق الواحد ممكن يساعد نفسه من خلال حضور جلسات الدعم النفسي، طلب الدعم والمساعدة من الأسرة أو العلاقات الدائمة، وأيضا إضافة النشاط البدني في الروتين اليومي، واتباع نمط حياة صحي مثل التغذية الصحية واستيقاظ من النوم، التدليل الإيجابي للنفس وتجنب التوتر والتأمل. مثل ما نقول وايد مهم أن الأشخاص يروحون يطلبون المساعدة عند وجود أعراض، وما يهمون نفسهم حتى لو ما كان في اكتئاب، على الأقل واحد يعني يعيش بجودة حياة، يعني مو بلازم أثن فترة طويلة زعلان أو مكتئب أو عندي من المشاكل النفسية. إذا واحد يحس أنه يحتاج أن يروح يشوف أخصائي نفسي دائما نشجع على هذا السلوك. فتقريبا هالأشياء اللي كنا مبني عليها، واليوم يوم أحد ونتمنى للجميع بداية أسبوع جميلة ورائعة ومميزة ومليئة بالإنجازات إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي على هذه المستجدات اللي ناولتينا إياها، شكرا لك. أعزائي المستمعين، بعد ما خذينا مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع أسماء الجناحي وذكرت أسماء عن مؤتمر دبي الدولي السابع الذي أقيم في دبي بشكل مختصر، ولكن نحن إن شاء الله بنحدثكم عن هذا المؤتمر بشكل موسع إن شاء الله بعد الفاصل، انتظرونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة واستفساراتكم يمكنكم إرسالها على الرقم 4006.
اختتم مؤتمر دبي الدولي السابع للتغذية يوم أمس فعالياته بمشاركة واسعة من الأطباء والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، بعد تسليط الضوء على آخر الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتغذية السريرية والتغذية بشكل عام. وطبعا هذا المؤتمر أعزائي المستمعين الكبير اللي تستضيفه دبي يتحدث عن التغذية، ومثل ما ذكرنا والتغذية السريرية بشكل عام. بتكلمنا أكثر عن فكرة هذا المؤتمر الأستاذة شيماء قايد، مدير إدارة التغذية السريرية بالإنابة بهيئة الصحة بدبي ورئيس مؤتمر دبي الدولي للتغذية. صباح الخير أستاذة شيماء. صبحكم الله بالنور والسرور. يا هلا فيك. هلا فيك أختي. عاد أنتوا اليوم أكيد بعد اختتام ثلاثة أيام من هذا المؤتمر أستاذة شيماء بتكونون رجعتوا لنا بطاقة جديدة، أو يمكن بعدكم ضمن أجواء هذا المؤتمر. والله نحن بعدنا من في ضمن أجواء هذا المؤتمر، والمؤتمر فعلا مثل ما قلت أعطانا طاقة قوية وإيجابية علشان نقدر نحن نحقق توصيات المؤتمر وإرشاداته ونطبقها في مجال العمل عندنا إن شاء الله وخدمة المجتمع إن شاء الله. أستاذة شيماء، لو أحد يعني نحن حابين نعرف المجتمع فكرة عامة عن مؤتمر دبي الدولي السابع للتغذية وأهمية هذا المؤتمر للعاملين في مجال التغذية وللمجتمع بشكل عام. مؤتمر دبي طبعا هو مؤتمر دبي الدولي للتغذية ينعقد بشكل سنوي برعاية هيئة الصحة بدبي، وهذا المؤتمر سنويا يشارك فيه نخبة من الأطباء والخبراء والمتخصصين في مجال التغذية من مختلف دول العالم، يشاركونا في عرض أحدث الدراسات والبحوث في مجال التغذية وأحدث ما توصل إليه العلم في هالمجال. وطبعا المؤتمر له أهمية بالغة جدا، مو بس فقط للعاملين في مجال التغذية على فكرته، هو له أهمية أيضا في كل من يعمل في مجال الصحي ومجال التثقيف للمجتمع. وليش له أهمية كبيرة؟ لأن لما يشاركنا الحضور في المؤتمر راح يطلع على أحدث الدراسات والتوصيات والإرشادات في مجال التغذية والحلول اللي توضع في المؤتمر للتحديات الصحية التغذية وتحسين وضع التغذية عند أفراد المجتمع. طبعا هاي رؤية تكون رؤية جماعية لمستقبل أكثر صحة واستدامة في مجال التغذية. وخلال المستقى العلمي هذا السنوي نحن نبث الأمل والتفاؤل والروح الإيجابية والبناءة. مثل ما قلت لك المؤتمر أعطانا فعلا طاقة إيجابية وطاقة بناءة عشان نواجه التحديات التغذوية اللي تصير معانا، ونواجه الأنظمة التحديات التغذية اللي تواجه الأنظمة الصحية والاجتماعية، وننشر المفهوم التغذية الصحية ونأكد على أهمية وتعزيز دور التغذية العلاجية في كأحد معايير أساسية في السياسات العلاجية للمرضى وأيضا لأفراد المجتمع كافة. نعم أستاذة شيماء، إذا كان هذا المؤتمر مثل ما ذكرتي نقدر نقول مكانة كبيرة بتنظيم من هيئة الصحة بدبي، فأكيد لهذا المؤتمر أيضا أهداف يسعى لتحقيقها سنويا، فشو هي أهداف هذا المؤتمر لهذا السنة؟ مسمى المؤتمر الشعار اللي اتخذناه في هالسنة للمؤتمر هي التحديات والاستدامة والمرونة في التغذية. كان هدفنا أن نحن نحط حلول مستدامة للتحديات اللي واجهتنا في هالفترة، تعرفين الفترة اللي نحن واجهتنا التحديات العالمية صارت واللي واجهت المجال التغذوي، فكنا هدفنا الأساس أن نحط الحلول المستدامة لهالتحديات وكيف المرونة في التعامل مع هذه التحديات، كيف أهمية أن نحن نحاول أن نبث الأمل مثل ما قلنا والتفاؤل بأن نحن نقدر كمهنيين صحيين وفي مجال التغذية أن نحن نقاوم أو نتعامل مع هذه التحديات بطرق صحيحة ونافعة للمجتمع.
نعم، يعني أستاذة شيماء نقدر نقول كان اختيار هذا الشعار ضمن الواقع اللي نحن نعيشه. يعني إذا أنتوا قلتوا التحديات فكان في وقتها، في وقت التحديات بالفعل. يعني يعني أنا اليوم كنت أتحدث مع الأستاذة سهى، أقول لها يعني أنا زعلتني ما حضرت المؤتمر صراحة، مع أنه كان له حضور كبير من يعني مختلف القطاعات في الهيئة، من مختلف لكل من يهتم مثل ما ذكرتي في التغذية وفي المجال الصحي، ولكن يعني أكيد لي ظروف معينة ما قدرت أحضر هذا المؤتمر، وكان يحزنني شيء لأنه مؤتمر كبير ومؤتمر له حضور من أيضا خارج الإمارات. أستاذة شيماء لو تحدثينا أيضا عن هذا الموضوع، هل له اهتمام كبير من خارج دولة الإمارات؟ اتناقلت سوشيال ميديا في وسائل التواصل الاجتماعي، سمعنا عن هذا المؤتمر، فلأهميته أكيد يعني ما بينذكر المؤتمر بيحضرون حضور من خارج الإمارات إلا للأهمية القصوى له. شوف التحديات اللي واجهتنا فعلا، تعرفين زمن نحن حين كورونا والسفر فيه شوي في حدودية في السفر وفي التنقل بين الدول، فواجهتنا هذا التحدي، ونحن كنا متوقعين أن الحضور ما يوصل الحضور اللي نحن نتمناه في كل سنة، وتوقعنا الحضور يكون مقتصر بس في إمارة دبي، لكن تفاجأنا بعدد الحضور الكبير ما شاء الله اللي حضر المؤتمر من مختلف الإمارات ومن مختلف الدول العربية المحيطة وأيضا من العالم. كان في حضور من باكستان، كان في حضور من الأردن، حضور من عمان، من السعودية، من كل دول مصر، من كل الدول العربية حولنا، وأيضا من الإقليم الإقليمي، وأيضا من العالم كان في حضور للمؤتمر. نحن المؤتمر هذا سويناه هالسنة هجين عشان الظروف اللي نحن عايشين فيها، سويناه مؤتمر هجين مباشر وفي نفس الوقت حضور افتراضي أيضا عن طريق الأونلاين. يحضرون كانوا المتحدثين، كانوا فيه متحدثين يحضرون مباشرة في القاعة المؤتمر، فيه متحدثين يحضرون عن طريق الوضع الافتراضي، فكان حتى الحضور الافتراضي كان موجود من حيث العالم، من أمريكا، من بريطانيا كان عندنا حضور، من نيوزيلندا كان عندنا حضور، على رغم اختلاف التوقيت الكبير بينه وبينه، مع هذا حضرونا للمؤتمر وعرضوا المناقشاتهم، عرضوا دراساتهم في المؤتمر. نعم أستاذة شيماء، جميل أن نحن نتشارك التقنيات الحديثة، جميل أن هذه التحديات اللي واجهتنا في كوفيد-19 ما طلعنا منها إلا بالأفضل، طلعنا منها بمثلا مثل ما ذكرتي حين مؤتمرنا صار يبث يمكن للناس اللي قبل ما كانوا يقدرون يحضرونه، ولكن يمكنهم المشاركة أيضا والحضور. إذا نعرف منك على السريع أستاذة شيماء عدد المشاركين في المؤتمر، إذا أنت ذكرتي أن ما شاء الله كان عندنا مشاركات عربية وعالمية، فنقدر نقول كم تقريبا كان عدد المشاركين في مؤتمر دبي الدولي السابع للتغذية؟ تقريبا المشاركين تجاوزوا 800 مشارك بين الحضوري وبين الافتراضي. ما شاء الله جميل المشاركة مثل ما ذكرتي في ضمن يعني هذه الأوضاع اللي نمر فيها، ولكن كان هناك مشاركة لهذا المؤتمر. إذا بنذكر أستاذة شيماء أبرز المواضيع والمحاور اللي ناقشتوها في المؤتمر على مدار 3 أيام. طبعا المؤتمر كان على مدار 3 أيام على 6 جلسات نقاشية، 16 جلسة نقاشية كانت كان المؤتمر. وأهم المواضيع اللي تناوله هو أهمية النظام الغذائي في الوقاية من أمراض المزمنة الغير معدية طبعا، وسوء التغذية اللي نحن نواجهها في المستشفيات، والتحديات والفرص اللي نواجهها، ودور التغذية العلاجية خصوصا في الوحدات العناية المركزة للمرضى، كيف أن دورها كبير في أنها تقلل من مكوث المريض في الوحدات العناية المركزة ونقله إلى الوحدات الصحية الأخرى. وأيضا ناقش المؤتمر دور وأهمية التغذية في الوقاية والعلاج من مرضى المرض السكري والسرطان، أمراض الجهاز المناعي، وأيضا ناقش الجهاز الهضمي، وكما ناقش أيضا وركز في سوء التغذية وفرق الوزن والتغذية السليمة في جميع مراحل العمر،
وبالأخص الأطفال والحوامل، لأنه هم البذرة الأساسية أحيانا نحن نحاول نركز عليها عشان نحاول نبني مجتمع صحي بالمستقبل إن شاء الله. وكما أيضا تم مناقشة دور التكنولوجيا وكيف أن نحن نستخدم التكنولوجيا في التغذية، في تثقيف التغذية أو حتى في العلاج. وكما أن ما نسينا محبين الرياضة والرياضيين، ناقش أيضا كان تغذية الرياضيين أحد محاور المؤتمر. نعم جميل أستاذة شيماء أنكم غطيتوا جميع النواحي في مؤتمر يعتبر مؤتمر خاص بالتغذية، ولكن أنتم تناولتوه بشكل يعني موسع أيضا. فإذا بنذكر أستاذة شيماء دور الجمعيات اللي شاركت في المؤتمر، وشو هي الجمعيات اللي شاركت معاكم؟ طبعا شاركتنا تقريبا 5 جمعيات عالمية، بينهم جمعية الأمريكية للتغذية الأنبوبية والوريدية، وشاركتنا جمعية الإمارات للتغذية، والجمعية العربية للتغذية الأكلينيكية للأطفال. ودائما هالثلاث جمعيات دائما يشاركون في المؤتمر، لكن حديثا هالسنة انضم لنا الجمعية السعودية للغذاء والتغذية والجمعية الكويتية للغذاء والتغذية. جميل. طبعا أستاذة شيماء مثل ما ذكرنا المشاركات العربية والعالمية تجتمع تحت مظلة واحدة في إمارة دبي. أكيد هذا المؤتمر على مدار 3 أيام خرج بتوصيات مهمة، إذا ممكن تذكرين لها. نعم مثل ما قلت لك، من أهداف المؤتمر أن نحن نطلع بتوصيات، توصيات وإرشادات نعمل عليها عشان نحسن الوضع التغذوي والصحي للمجتمع. أهم هذه التوصيات هي تقريبا 7 توصيات طلعنا من المؤتمر. نعم أعزائي المستمعين، انقطع الخط مع الأستاذة شيماء قايد مديرة إدارة التغذية السريرية بالإنابة، كانت تحدثنا عن المؤتمر الدولي 7 للتغذية. وصلنا معاها للتوصيات اللي خرج بها المؤتمر. إن شاء الله أعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل قصير وبنواصل حديثنا. صحة وسعادة. رجعنا لكم من جديد في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. في هذا البرنامج نقدم لكم آخر الأخبار الصحية والعالمية، وكذلك نتناول المواضيع الصحية اللي تهم كافة أفراد المجتمع. أعزائي المستمعين، قبل الفاصل كنا نتكلم عن مؤتمر دبي الدولي 7 للتغذية اللي أقيم في دبي بمشاركة واسعة من الأطباء والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم. وصلنا في الحديث عن التوصيات اللي خرج بها المؤتمر مع الأستاذة شيماء قايد مدير إدارة التغذية السريرية بالإنابة بهيئة الصحة بدبي ورئيس المؤتمر. أستاذة شيماء انقطع الاتصال عنك، ولكن قلنا لازم نكمل توصيات هذا المؤتمر. انزين نكمل توصيات المؤتمر. حصل خير إن شاء الله. من التوصيات المؤتمر اللي طلع من عليه من المؤتمر إنه أهم شيء نركز على التثقيف وزيادة الوعي التغذوي عند الأمهات، وأنهم يعني ننبه المهنيين الصحيين أن يزيدون تركيز على أنهم يثقفون ويزيدون الوعي عند الأمهات في اختيار الأطعمة وللأطفال، والتركيز على طلاب المدارس. مثل ما قلت لك المؤتمرات كان يركز على موضوع الأطفال، فكان من التوصيات أن نركز على تغذية الأطفال في كل المراحل العمر، يبدأ التركيز هذا من قبل الحمل. ويتركز المؤتمر أن نحن يتم تثقيف المرأة قبل الحمل بالتغذية الصحية والسليمة لازم تتبعه قبل الحمل، حتى يكون فترة الحمل فترة يعطيها قوة وطاقة في أنها تتحمل هذه فترة الحمل، وأنها يخرج لنا جيل صحي. وأيضا طرح التوصيات الأخيرة في التغذية للمرضى، العناية المركزة، وكيف يتم اعتمادها وتطبيقها. أحدث التوصيات هذه يتم اعتمادها وتطبيقها في المستشفيات. وكما أيضا من التوصيات وهي شو الوسائل الجديدة لمتابعة السمنة والسكري من خلال البرامج التوعوية والتغذوية، واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات في خدمة هذه النوعية من الأمراض هي السمنة والسكري، والاستخدامها عن طريق أفراد المجتمع.
وأيضا من التوصيات اللي ظهرنا منها الاطلاع على الإرشادات الجديدة والمتطورة في علاج مرضى السرطان وكيف يتم تطبيقها أيضا في المستشفيات، وزيادة البرامج التوعية للأطباء في المستشفيات بأهمية دور التغذية وبأهمية أن يكون دور التغذية، وأن نعمل كتيم متكامل في أن نحن نضع الحلول المناسبة للمرضى من كافة الجوانب. وأيضا من التوصيات هي زيادة المعرفة والاطلاع على التغذية الرياضيين بكافة المراحل، وزيادة التعاون بين الهيئات الرياضية وهيئة الصحة والمعنيين بتغذية الرياضيين عشان نطلع جيل رياضي حلمي قوي وتغذويا وجسديا قادر على التفوق والتميز. نعم، هذه أهم التوصيات اللي ظهر بها المؤتمر خلال هذه السنة. نعم أستاذة شيماء قايد، مدير إدارة التغذية السريرية بالإنابة ورئيس مؤتمر دبي الدولي السابع للتغذية، شاكري لك هذه المشاركة وشاكري لكم جهودكم في مجال التغذية، وأيضا الشكر موصول لجميع ولفريق نقدر نقول العمل اللي عملها على هذا المؤتمر، وشكرا أيضا لمشاركتك أستاذة شيماء. شكرا، شكرا لكم وشكرا لاستضافتنا، وفعلا أنا بعد من منصتكم أقدم شكري لفريق العمل الهائل القوي فعلا اللي قدم لنا هذا المؤتمر بأجمل صورة. نعم، وطبعا ونحن أيضا نضم صوتنا لصوتك ونشكر جميع القائمين على هذا المؤتمر، وشكرا لك. شكرا لكم. أعزائي المستمعين، بعد فقرة التغذية بننتقل معاكم لفقرة مهمة جدا ومشكلة صحية تواجه الكثير من الأطفال، وعلينا دائما أن ننتبه لها وتفادي مضاعفاتها السلبية لا سمح الله. موضوعنا لليوم نتحدث عن الإمساك عند الأطفال، وبتشاركني الدكتورة ابتهال عباس مكي، طبيب اختصاصي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة ابتهال. صباح النور، هلا والله. أهلين دكتورة، اليوم كلمتك قبل الهوى أقولك أن المشكلة اللي اليوم بنتكلم عنها مشكلة يعني يمكن تواجه معظم الأمهات، فنقول أو تواجه الأطفال كذلك، فنقول نتحدث بداية عن أسباب الإمساك عند الأطفال بشكل مختصر. أولا أنا أحب أشكركم على استضافتي اليوم، وبصراحة موضوع الإمساك عند الأطفال من المشاكل الشائعة، ونفس ما أنت قلتي يعني المشكلة تكون مو بس الطفل، تستوي حق العائلة كلها المشكلة يعني. وعادة يكون ما له سبب عضوي الحمد لله، يعني غالبا يكون التاريخ الطبي والفحص البدني كافين عشان نشخص الإمساك الوظيفي، لكن متى نحن نفكر نسوي فحوصات إذا كنا شاكين في سبب عضوي؟ مثلا إذا شفنا أن الإمساك ظهر قبل شهر واحد من العمر، أو لاحظنا في تأخر في النمو العقلي بعد الولادة، أو إذا كان في تأخر في النمو. لكن بالنسبة للإمساك الوظيفي اللي قلت لك عنه، يكون له عدة أسباب، منها أن الطفل يكون مشغول. تلاحظين الطفل يبى يلعب، ما يبى يوقف عن النشاط اللي يسويه، فيحبس البراز، وبهالشكل يتكون الإمساك عنده. بس أهم شيء عنده أنه يكمل لعب. أو تلاحظين ساعات أن في أطفال يشعرون بالحرج من استخدام دورة المياه مثلا في المدرسة أو في المول، أو أنه يخاف أنه يكون مؤلم الشيء. نعم، هذه الأسباب المهمة. نعم، كثير أيضا دكتورة من الأمهات يمكن ما ينتبه للطفل إذا كان الطفل خاصة بعد 4 سنوات، يوم يستخدم الطفل يعني يذهب لوحده لدورة المياه، فتحسين أنه مش ممكن ان الام تلاحظ اذا الطفل هذا مصاب بالامساك او لا، فهل هناك اعراض معينه تظهر على الطفل نقدر ننبه الامهات لها؟ هي صحيح النقطه وايد مهمه. في اطفال دكتورة ابتهال، بس لو تحسنين الصوت، ما ادري انت ياسه في مكان ما في ارسال ولا بس صوتك مو واضح. أعزائي المستمعين، حاول نتصل في الدكتورة ابتهال مرة أخرى، انقطع الاتصال يمكن للإرسال أو شيء آخر.
طبعا أعزائي المستمعين في هذه الأثناء لما ترجع لنا الدكتورة ابتهال، حابين نذكركم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، إن هذا اللقاح متوفر في المراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، وهذا أيضا اللقاح يتوفر مجانا للمواطنين وكذلك للمقيمين من الفئات التالية اللي هم المسنين فوق 65 سنة والأطفال دون سن الخامسة والحوامل وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة. ويمكنكم أيضا الحصول على لقاح الإنفلونزا عن طريق رقم الاتصال في مركز الاتصال التابع لهيئة الصحة بدبي واللي هو 800-342. طبعا أعزائي المستمعين، نحن دائما في هيئة الصحة بدبي نحث على استخدام هذا اللقاح الموسمي للإنفلونزا وهو متوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي، منها مركز البرشة الصحي ومركز ند الحمر الصحي ومركز اللسيلي الصحي ومركز المزهر والمنخول ومركز ند الشبا ومركز الطوار وكذلك مركز زعبيل ومركز الصفا الصحي. فلقاح الإنفلونزا متوفر على مراكز كثيرة وممتدة على امتداد إمارة دبي. وكنا طبعا أعزائي المستمعين في حديث عن الإمساك عند الأطفال مع الدكتورة ابتهال عباس مكي، طبيب أخصائي بهيئة الصحة بدبي. الدكتورة كانت معانا ولكن انقطع الاتصال عنها ورجعت لنا. أهلا دكتورة ابتهال. أهلا أهلا وسهلا. الحمد لله رديتي نكمل حديثنا قبل ما يخلص الوقت. كنا نتكلم عن الأعراض. أكيد. فالأعراض تختلف من طفل لطفل، لكن من أغرب الأعراض عدم وجود حركة أمعاء لعدة أيام. نعم. أو أنه يكون في خروج براز صلب أو جاب أو يكون نفس الكور. أو أن تلاحظ الأم في انتفاخ أو ألم في البطن. ولكن نفس ما أنت قلتي نقطة مهمة، أن ساعات الأطفال ما يتكلمون، فمهم أن نحن نلاحظ إذا في الطفل علامات محاولة حبس البراز، مثلا انقباض الأسنان، أو تشوفين يحط ريل على ريل ماسك نفسه، أو تشوفين وجهه يتحول لون الأحمر تحسين شيء يتعصر. يعني هاي العلامات وايد مهمة. أو شيء وايد مهم إنه ممكن الأهل يلاحظون وجود براز ناعم على الملابس الداخلية، هاي واحدة من علامات الإمساك، إنه يكون الإمساك شديد جدا لدرجة إن العضلات ترتخي والبراز يطلع بروحه بدون ما يحس الطفل. نعم، فنقدر نقول دكتورة ابتهال للأمهات اللي يمكن أطفالهم يعني خلاص عدوا مرحلة استخدام الحفاظات، فنقدر نقول أن هناك أعراض معينة مثل ما ذكرتي يمكن أنهم يركزون على الأطفال. أيضا دكتورة، نحن عادة إذا الطفل اشتكى من ألم في بطنه خلاص النمول بنصير نراجع الطبيب، فمتى أصلا لازم الأم تراجع الطبيب إذا ظهرت هذه الأعراض على طفلها، أو هل أنت تحثين بمراجعة الطبيب في وقت معين مثلا؟ الأهل يفضل أنهم يأخذون الطفل للطبيب إذا يعني من بداية الأعراض، إذا كانت حركة الأمعاء مرتين أو أقل في الأسبوع، أو إذا لاحظوا وجود البراز في الملابس الداخلية، أو إذا كانت حركة الأمعاء مؤلمة أو صعبة. نحن نفضل أن الأهل دايركت يجيبون عيالهم، لأن نحن نفضل العلاج بسرعة يكون يعني، وحين بخبرت السبب يعني. نعم دكتورة ابتهال، هل هناك مضاعفات إذا الطفل لا سمح الله فترة طويلة عانى من الإمساك والأهل ما كانوا يدرون، فهل هناك مضاعفات يعني ممكن تؤدي يعني لمشاكل لا سمح الله؟ نحن نفس ما قلت لك دائما نحب نعالج الإمساك من وقت تجنبا لحدوث المضاعفات. المشكلة إذا صارت المضاعفات الطفل بيخاف زيادة من الإمساك، ممكن تزيد عند حالة الإمساك ويكون أصعب علاجه. فمن المضاعفات اللي ممكن تستوي انحشار البراز، يكون البراز صلب جدا ويكون منحشر في الأمعاء ويكون يعني شديد جدا بحيث أن الطفل ما يقدر يدفع للخارج فيحتاج علاج يعني. وشيء ثاني ممكن أن تستوي الشقوق الشرجية اللي هي تكون تمزقات صغيرة في فتحة الشرج تسبب نزيف أو ألم شديد، وهذا يدخلنا في دائرة مفرغة. نعم. إذا كان الإمساك شديد ولمدة طويلة نخاف من عدم القدرة على التحكم في مرور البراز،
فممكن الطفل يطلع من البراز بدون ما يحس، وهذا ممكن يأثر سلبا جدا على نفسية الطفل. نعم، ويأثر على حياته أيضا دكتورة. طبعا ذهابه للمدرسة والأماكن الأخرى. يعني دكتورة أنت ذكرتي موضوع يعني شدني يمكن، اللي هو موضوع البراز على الملابس الداخلية. نحن أحيانا يوم نشوف مثل هاي العلامات كأمهات نقول إنه يمكن الطفل ما غسل عمره عدل، يمكن هو ما يعرف يغسل عمره، نصير نعلمه يغسل عمره. فهل أنت تحسين إن هذه أعراض يعني تنبه الأم إنه طفلك يعاني يمكن من الإمساك؟ هي طبعا ها من أهم الأشياء اللي نشوفها، لأن البراز المفروض ما يكون يطلع في الملابس الداخلية. صحيح. فإذا شفنا هالعلامة ها معناته إن في إمساك يعني. نعم. أيضا دكتورة نبغى نعرف كيفية التعامل مع الأطفال اللي يعانون من هاي المشكلة، مشكلة الإمساك المزمن. نقدر نقول مثلا دائما عندهم هاي الحالة موجودة والطفل دائما يعاني من الإمساك. الطفل اللي يعاني من الإمساك يحتاج تغييرات في النظام الغذائي، تغييرات جذرية. أولا مهم إنه يشرب كمية كافية من السوائل ويأكل الفواكه والخضروات، وبعد الفواكه المجففة وايد تساعد. ثانيا مهم أن نشجع الطفل أن يستخدم الحمام بانتظام، وخاصة بعد الأكل ب15 دقيقة، لأن هالوقت تستوي فيها حركة الأمعاء. وممكن نحن نشجع الطفل من خلال نظام المكافأة، مثل اللي يحطون الستيكر شارت أو مثل هدايا بسيطة يعني تشجع الطفل ونخليه ما يخاف أنه يستخدم الحمام في المدرسة. إذا كان الطفل يعاني من الإمساك وكان في وقت التدريب لاستخدام الحمام، يعني وقت اللي الأم تبى تفسخ البامبر، فيفضل أن نأجل التدريب على استخدام الحمام لين ما يخف عنه الإمساك، عشان ما نحط مشكلتين يا بعض. نعم دكتورة، كذلك هل هناك طرق وقاية من المشكلة الصحية هاي اللي تواجه الأطفال؟ بشكل عام التغذية الصحية مهمة لجميع الأطفال، ولكن بالنسبة للإمساك نحن نفضل أن الأطفال يقللون من أكل الأطعمة اللي تكون نسبة الألياف فيها قليلة، مثل الوجبات السريعة، الأطعمة المصنعة. ومهم جدا زيادة شرب الماء، يعني نحن ما نبغى كل أنواع السوائل مثل العصائر، هذه ما نفضلهم. نحن نفضل أن الطفل يشرب ماء ويأكل الفواكه والخضروات الطازجة. مهم بعد أن يكون في جدول وروتين لدخول المرحلة، ما قلت لك ربع ساعة من يعني من الوجبة. نعم. زي فيكم في يعني جدول منتظم. وأخيرا ما ننسى دور ممارسة الرياضة البدنية بانتظام، لأنها تلعب دور مهم في وظيفة حركة الأمعاء. نعم. أيضا دكتورة مثل ما ذكرتي، يعني إحنا اليوم نقدر نقول طلعنا بخلاصة مهمة من هذه الفقرة، اللي هي الأعراض اللي ممكن تظهر على الطفل، تعرف من الأم إن طفلها يعاني من الإمساك، خاصة الأطفال اللي يذهبون لدورة المياه بروحهم مو بمساعدة طبعا الأهل. كذلك دكتورة قلتي نظام المكافآت، يعني دكتورة خطر يعني أنا في بالي هذا النظام أيضا، لأن كان عندي نفس هاي مشكلة الإمساك عند وحدة من بناتي الله يحفظهم، فكانت يعني عندها هاي المشكلة دائمة، فكنت أفكر يعني كيف أنا بعرف إذا هي يعني هاي هاليوم راحت الحمام، هل هي هاليوم يعني حركت مثل ما قلت الأمعاء عندها طبيعية. فقلت إن ليش ما أقول لها إن والله كل ما أنتي رحتي يعني وكان الموضوع عندك نحط لك استيكر، يعني خلاص هاليوم إحنا نعرف بهالطريقة ممكن الأم تعرف كم مرة الطفل راح الحمام، كم مرة الطفل. يعني مهم جدا، لأن صدق يعني الأم ما انتبهت، يعني أنا صراحة ما انتبهت دكتورة في البداية، لأن هي تروح بروحها الحمام، فكيف أنا بعرف أن هذا تعاني ما ظهرت عليها هذه الأعراض اللي ذكرتيها دكتورة؟ ليه ياها ألم في البطن، يعني ألم شديد، فهني أنا بديت ألاحظ أن لا هاي يعني هالبنت عندي لا حركة الأمعاء عندها مو طبيعية نفس باقي الأطفال. فنحن نقول دائما الوقاية دكتورة خير من العلاج، انتبهوا لي الأعراض اللي ذكرتها دكتورة. يعني شوفي دكتورة وانت تتكلمين أنا أقول أن كان عندها هالأعراض بس أنا ما كنت أنتبه، لأن مو يعني ما بيكون ضمن يعني الأشياء اللي أنا معتادة أني أنا أنتبه لها. فنحن نحث في برنامج صحة وسعادة الأمهات أن ينتبهون لهذه الأعراض. فدكتورة في دقيقة لو تقدرين توجهين نصيحة للأمهات بخصوص الإمساك عند الأطفال. بالنسبة للإمساك الطفل ما بيشتكي إلا الوضع كان سيء جدا،
تعرفينها مشكلة الإمساك أصلاً واحد ما بيتكلم عنها، فإذا جاء الطفل واشتكى فمعناته الوضع يعني من زمان مو بيزيد. فدايماً إحنا هالموضوع ننتبه عليه، ننتبه للأعراض اللي قلتها، وأهم شيء التغذية السليمة، التكثير من الألياف في الأكل، المشروبات، نزيد الماء في يعني الطفل يشرب كميات أكبر من الماء، وأهم شيء أن نعود الطفل على استخدام الحمام، ما يكون في خوف مثلاً في المدرسة أو في المول أن بأجل دخول الحمام لما أرجع البيت، لا خلاص وقت دخول الحمام هو وقت دخول الحمام. نعم، فنقدر نقول دكتورة ابتهال بأن هذه التوصيات مهمة للأهل اللي يسمعون الحين أن يتبعونها لتفادي مشكلات الإمساك عند الأطفال. دكتورة ابتهال عباس، طبيب اختصاصي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك مشاركتك اليوم معنا في برنامج صحة وسعادة، وكذلك المعلومات البسيطة والمفيدة اللي قدمتيها لنا، يعني بسطتينا الموضوع بشكل كبير، ونحن طبعا دائما نتوجه لفئة المجتمع اللي تسمعنا بالمعلومات المهمة بشكل مبسط وسلس وسهل أن الأمهات يفهمونه ويستوعبونه ويمارسونه كذلك كنمط حياة صحي. شكرا لك أستاذ ابتهال. والله مشكورين أنتم كميبتوا هالموضوع المهم جدا. شكرا لك دكتورة ابتهال، وأكيد إن شاء الله بنتناول هذا الموضوع بشكل موسع في حلقات أخرى. شكرا لك. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة برنامج صحة وسعادة أشكر لكم حسن متابعتكم، وكذلك أشكر لي الأطباء المشاركين معنا المعلومات اللي قدمونها لنا في برنامج صحة وسعادة، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك الشكر موصول في لفريق إذاعة نور دبي. في الإخراج كان معنا مخرجنا المبدع سعيد المر، وكذلك في التنسيق والمتابعة كانت معنا زميلتنا ميرا المر، وكل الشكر لإذاعة نور دبي والقائمين على هذا البرنامج، وشكرا لكم لحسن استماعكم. كنت معاكم في تقديم برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم الصحة والسعادة. صحة وسعادة.